وصلنا لمحطتنا الأخيرة لليوم، عالم الفلك اللي دائما بيحمل أخبار وتغييرات بحركة الكواكب والنجوم. اليوم رح نتطرق لموضوع رصد أهلة العيد، عيد الأضحى المبارك، ورح نحكي عن أبرز الظواهر الفلكية للأيام القادمة مع الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. يسعد صباحك دكتور. أريش سالي، يسعد صباحكم وصباح الخير. كل عام وأنتم بخير يا وانت رب، بخير يا رب، ينعاد ينعاد عليك عليكم وعلى بلدنا الحبيب بالخير يا رب. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. بدنا نحكي كيف منحضرين لنرصد أهلة العيد. دائما هيدا الأهل اللي بتعطينا شغلات كتير حلوة وطاقة جدا جميلة وبتدخل على كل بيت. صحيح، الأهلة بالبداية نحن دائما مثل ما بنعرف الأعياد عنا بشكل عام مرتبطة بالأهلة، يعني أي عيد سواء عيد الأضحى أو عيد الفطر يرتبط بموضوع رصد الأهلة. فالأهلة هي عامل أساسي لتحديد بداية الأشهر القمرية. نحن عنا حركتين، حركة الأرض حول الشمس وحركة القمر حول الأرض. بحركة الأرض حول الشمس بيكون عندنا السنة الشمسية، الأشهر الشمسية، الـ 12 شهر. هي ما بدها رصد، هي عبارة عن حسابات محسوبة حركة الأرض حول الشمس، مقسمينها لـ 12 شهر، الأشهر معروفة 30 31 يوم، عدا شباط يا حرام المظلوم يلي أخذين منه يوم. أما بالنسبة للأشهر القمرية لا، الأشهر القمرية تعتمد على حركة القمر حول الأرض. حركة القمر حول الأرض بحركته حول الأرض يعكس جزء من أشعة الشمس، فنسبة الجزء المضاء من سطح القمر يعطي ما يعرف باسم طور القمر. فالقمر يولد من هلال، يكبر فيصبح تربيع أول، أحدب أول، بعدين البدر المضيء الجميل، بعدين بيتناقص أحدب ثاني، تربيع ثاني، وهلال أخير، ويختفي يوم أو يومين أو ثلاثة حسب الشهر باسم محاق. إذا نحن ما بين نهاية شهر وبداية شهر عنا فترة محاق، أي لا ظهور للقمر. بفترة المحاق نحن بنطلع ننتظر القمر. لما يطلع معنا هذا القمر، هذا الهلال الرفيع، هذا هو إعلان بداية الشهر القمري. إذا دائما انتظار الشهر القمري هو بانتظار ما يعرف باسم الهلال، سواء بالولادة حسب الحسابات الفلكية أو بالرصد الفلكي عن طريق التلسكوبات. اليوم التلسكوبات عامل مساعد جدا لحتى نرصد الأهلة ونشوفها ونستمتع فيها، وحتى رؤيتها هي جميلة. يعني صدقوني موضوع الأهلة ما هو الموضوع البسيط، موضوع ممتع جدا. يعني لما نطلع مجموعة من الشباب هيك كادر كبير، صبايا وشباب، وكلنا عم نركز لحيز ضيق من السماء وشفناه وما شفناه ومين البطل اللي بيشوفه، إذا في تحدي، في نوع من التحدي رؤية الهلال سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوب. فنبدأ نحن أشهرنا القمرية اعتمادا على الهلال، عدا هلال ذي الحجة. هلال ذي الحجة هو الهلال الوحيد يلي بيتم الاعتماد فيه على أرض الحجاز، ولهذا يكون في هذا الهلال تداخل مع الأهل الأخرى، بمعنى أن هناك أخطاء تحدث عند رصد هلال ذي الحجة تتراكم عند دول أخرى. فمثلا سوريا، نحن كسوريا نعتمد على الجانب العلمي والجانب الشرعي، فنحن ماشيين من اول شهر قمري للاخير، نجي على شهر ذي الحجه نضطر نعتمد فيه على ارض الحجاز، بالتالي ممكن يحدث خطا كما حدث باعوام عديده انه يحددوا بدايه الشهر القمري بشكل غير طبيعي. كنا عم نحكي تحت الهواء على العواصف اللي كانت والامطار الغزيره، ما بعرف كاني استشعر انه هناك استخدام لمشروع هارب السري، قد يكون هناك استخدام لمشروع التحكم بالطقس والمناخ، لانه فعلا كنا عم نتابع نحن قبل 3 4 ايام ما في اي مؤشرات كان لامطار او عواصف بتلك المنطقه، عفوا، وفجأة نزلت أمطار غزيرة، ومثل ما عم يقولوا الشباب حبات برد كبيرة ورياح شديدة جدا. فإذا فشي بجعلنا محتارين تماما حول هالموضوع، هل يا ترى تم استخدام مشروع سلاح المناخ، أم لا؟ ما حدا بيعرف، لكن بنعرفه أنه فعلا هلال ذي الحجة تم رصده من أرض الحجاز، لكن لم تتأكد رؤيته. نحن بسوريا كمان طلعنا رصدناه، صورنا، لكن صورناه باليوم التالي يعني يوم الأحد، فكان نحن بالنسبة لنا بداية ذي الحجة بالنسبة لنا نحن كجمعية كان المفروض يكون يوم الاثنين، لكن هو بدأ يوم الأحد. طبعا هذا الشيء له ارتباطات عديدة، يعني بالدولة التي ترصد الهلال، بمكان الرصد، بالأجواء، بالمناخ، كلها هي عوامل تساعد على رؤية الأهلة. فرؤية الأهلة ليس موضوع فلكي بحت، لا، بيدخل فيه العامل الجوي، العامل الجغرافي، العامل البيئي، التلوث الضوئي، كل هالأمور بتدخل على الهلال حتى يصبح رؤيته بسيطة أو رؤية معقدة. لكن بشكل عام دائما تبدأ الأشهر القمرية بالهلال، والفرق بين الشهر القمري والشهر الشمسي أو السنة القمرية والسنة الشمسية 11 يوم. فكل واحد فينا نحن ولد بيوم شمسي مقابل يوم قمري، يعود إلى هذا اليوم القمري بعد 33 سنة،
على سبيل المثال حدا ولد اليوم 9 ذي الحجة، 9 ذي الحجة بعد 33 سنة ليعيد عيد ميلاده ب9 ذي الحجة. إذا تتطابق الشمس السنة الشمسية مع السنة القمرية كل 33 سنة. السبب أنه كل سنة في 11 يوم فرق، السنة القمرية 354 يوم، السنة الشمسية 365 يوم، يعني عمرنا بالسنة القمرية أكبر من عمرنا من السنة الشمسية. إذا نحسب نحن عمرنا على السنة القمرية بيطلع عمرنا أكبر. خلينا على الشمسية، خلينا على السنة الشمسية. دكتور محمد، يعني أكيد نحن دائما بنحب نعرف شو أهم الظواهر الفلكية اللي راح تحدث بالأيام القادمة. ذكرتيني على فكرة، نعم السنة الشمسية بتعطينا عمر أصغر، لكن للأسف نحن كبشر أو للجيد من الجيد بالموضوع أنه نحن كبشر ليس يعني مو من الناحية السلبية، من الناحية الإيجابية نحن قمريين، حياتنا كلها مبنية على هذا القمر. معقول نعيد كل 33 سنة؟ إيه هو صعب نعيد، لكن خلايانا فعلا يتحكم بها القمر بشكل كامل. شو السبب؟ السبب أنه هو أقرب جرم إلنا. بما أنه أقرب جرم إلنا فجاذبيته هو الأكثر تأثيرا وعلاقته فينا هي الأكثر شمولية، وهو فعلا أكثر تأثيرا على حياتنا البشرية. يعني إذا قلنا بالضبط مين أكثر شيء بيأثر على حياة الكائنات الحية كلها على الأرض، على الأرض بشكل عام، هو القمر بدون منازع رقم واحد، يأتي بعده 2-3 بقايا، لكن القمر هو الأكثر تأثيرا. برجع لسؤالك أريج والظواهر الفلكية، يعني دائما نحن من منبر الإخبارية دائما نحب نبشر ببشارات حلوة. في عنا بين 22 إلى 24 الشهر هالأيام القادمة مؤتمر هام جدا، هو مؤتمر بالنمسا، مؤتمر جنيف وفيينا، على بالتوازي هو مؤتمر الاتحاد الدولي للفلك، هذا أكبر مؤتمر للفلك، من خلاله بيتم تصنيف الكواكب وتعريف الكواكب وإلى آخره، وأيضا ضمنه يتم تحديد الدول التي تصبح أعضاء بالاتحاد الدولي للفلك. الاتحاد الدولي للفلك هو المظلة التي تحت كل وكالات الفضاء العالمية، من وكالة ناسا، إيسا، روس كوسموس اليابانية، كل الوكالات الفضاء تنضم للاتحاد الدولي للفلك. اليوم بدي بشركم أنه سوريا قدمت ملف كامل للدخول للاتحاد الدولي للفلك. نحن مستنفرين بين 22 إلى 24، يعني معنا عيد بين 22 إلى 24 شهر بهذا المؤتمر، عم نتواصل معهم دائما لنقدم ملف سوريا. سوريا حتكون إذا انضمت الجمعية الفلكية هي أول جمعية تنضم وأول دولة عربية تنضم إلى الاتحاد الدولي للفلك بهذه الطريقة وبهذه الآلية. طبعا نحن قدمنا نقاط إيجابية بملفنا، أولا الخسوف اللي كنا عم نحكي عليه تحت الهواء، الكم الهائل من الناس اللي شاركوا بالخسوف أعطونا نقاط قوة هائلة. إضافة لهالشيء مشاركة الناس بالأنشطة الفلكية بسوريا كمان أعطتنا قوة هائلة. الرسالة اللي بيوصلها الشعب السوري دائما للعالم بحبه للعلم ومتابعته للعلم، رغم كل الأزمة اللي مرت ضلينا مسابرين على العلم، وضال عنا إنجازات قوية جدا بالعلم، منها كوكب تدمر وكويكب الطنطاوي، هي كلها نقاط إيجابية تساعدنا على الانضمام للاتحاد. عندنا شوية نقاط سلبية اللي هي عدم وجود قمر صناعي سوري، عدم وجود وكالة فضاء سورية، عدم وجود مرصد كامل متكامل سوري. هي نقاطنا السلبية ونقاطنا الإيجابية. نحن عم نتقدمين مع 4 دول، نحن والإمارات وبولندا، وعلى ما أذكر بولندا وفي دولة أوروبية أرمينيا. هال4 دول هي الوحدة منهم رح تنضم هذا العام إلى الاتحاد الدولي للفلك. إذا إن شاء الله وانضمينا إلى الاتحاد الدولي للفلك سيكون إنجاز للشعب السوري، إنجاز كبير جدا فعلا، لأنه بنكون حققنا شيء بعلوم الفضاء والفلك، وفعلا توجهنا الاتجاه الصحيح لتطوير هذا العلم سواء ببلدنا أو خارج بلدنا، ووصلنا رسالة أنه نحن شعب محب للعلم، أينما كان هذا العلم موجود نحن موجودين، وخاصة أنه هذا العلم تأسس ببلادنا. لا ننسى ابن الشاطر الدمشقي، البتاني الرقاوي، عندنا كمان باني المراصد والتلسكوبات، علماء كثير. بنيت أول مرصد بالتاريخ بنية هنا في سوريا، مرصد قبة السيار على جبل قاسيون، هي القبة اللي منشوفها هي اسمها قبة السيار، هذا أول مرصد هو قبة الشماسية ببغداد بالتاريخ، تخيلوا أول مرصد كان عنا بسوريا. فإذا تقي الدين الراصد الدمشقي الذي بنى المراصد في أوروبا، أدخل المراصد إلى أوروبا، دمشقي عالم فلكي سوري من دمشق، البتاني كنا عم نحكي عنه الرقاوي، عدد كبير من العلماء اللي أسسوا لهذا العلم ببلدنا الحبيب. إذا هذا أهم خبر نحن عم ننتظره بهالأيام. إن شاء الله من هون لبعد العيد بتكون وضحت الصورة. التصويت بتوقع بيكون ب 26 و27 الشهر، 31 بإذن الله يوم ذكرى تأسيس الجمعية الفلكية السورية رح يكون يوم الإعلان عن انضمامنا. إن شاء الله نحن متفائلين بانضمامنا إن شاء الله، أكيد ما نتمنى هالشيء إن شاء الله. أما بالنسبة للأحداث الفلكية فمثل ما بنعرف هلا يتألق المريخ،
كان استاذ رامي المعد الغالي بوجهه تحيه عم يحكي لي قديش كان عم يرصد المريخ بلمعانه الجميل جدا. نعم بالفعل الان المريخ بالجهه الشرقيه لامع جدا بشكل رائع، كانه لمبه معلقه بالسماء عم يتوهج هيك بشكل جميل جدا بسبب اقتراب المريخ لاقرب نقطه له من الارض. بالجهه المقابله تماما بعد غروب الشمس بنلاحظ الزهره زعلان، يا الله انا الزهره يلي دائما المع جرم بالسماء، المريخ عم ينافسني بالشرق فزعلان الزهره وعم يغرب سريعا عشان ما يضل بمنافسه المريخ. لكن مين رح يجي هلا بعد كم يوم يضارب على اثنين؟ كوكب المشتري. كوكب المشتري هو عملاق كواكب المجموعه الشمسيه، اكبر كوكب بالمجموعه الشمسيه. قال له للمريخ والزهرة شو عم تعملوا انتوا؟ انا جاي هلا بالشهر القادم لكون اقرب نقطة للارض، بالتالي بيكون عندنا ظاهرة فلكية جدا رائعة، اقتراب المريخ بعد من اقتراب المشتري، والان عندنا ارتصاف اربع كواكب بالسماء بشكل جميل جدا من الغرب الى الشرق، الزهرة، المشتري، زحل والمريخ. نقطتين لامعتين هن الأدلة، الزهرة والمريخ، وبالمنتصف المشتري وزحل. بعد فترة بيصير عنا طبعا ببداية أيلول بيصير عنا ثلاثة لامعين، الزهرة، المشتري والمريخ، ويبقى زحل يا حرام أمير الحلقات بحاله ما عم يتألق، لساعته بعيد ما عم يقترب منا. لكن فعلا هذا العام عام ظواهر الفلكية، يعني عم العام هذا تعرضنا لظواهر فلكية عديدة، 11-12 آب الهطل الشهابي، كمان جاينا هلا 17-18 تشرين تاني عن شهب تاني، كمان جاينا الهطل الشهابي تاني، كمان إن شاء الله يكون ممتع يعني مثل الأسديات البرشاويات، عفوا كان البرشاويات ممتع، هلا قادم الأسديات. في عنا كمان خسوف قادم لسوريا أيضا كلي ب 21 كانون الثاني، مثل الخسوف يلي صار ب 27 تموز ايضا خسوف كلي، وهي ظاهره فلكيه جميله، يعني لما تشهدها اي دوله هي الظاهره فال حسن، يعني شيء حلو، يعني خير، ظاهره ممتعه، ظاهره ممكن رصدها، ظاهره تدعونا الى النظر الى السماء. فعلا نحن مقبلين على ظواهر فلكيه عديده، عم نحاول دائما نحن هالظواهر نلتقطها ونخليها متاحه لكل الناس المهتمه بهذا العلم. اكيد نحن نتمنى لكم بالبدايه التوفيق، وان شاء الله تكون سوريا انضمام مشرف لها ان شاء الله، وبنتمنى كل الظواهر الفلكيه تنعكس بشكل ايجابي علينا. ونحن بدنا نشكرك كثير لمعلوماتك يلي اليوم اضفتها لصباحنا. أريش سالي، سعيد صباحكم، صباح الخير، كل عام وانتم بخير، ودائما تمنياتنا انه فعلا ننجح بملفنا بالاتحاد الدولي للفلك ان شاء الله يا رب. امين، بنتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله يا رب بننضم وبنكون يعني على قدر هاي المسؤوليه اللي رح نكون فيها. شكرا كثير لك.